يا ربي يا ربي.
سيدنا محمد. الفجر وقت الخير اتحفنا بها المنشد الشاب الوسيم سعيد صابر. كنطلبوا من الله يكون هذا المجمع وهذا اللقاء نبيلاج ان شاء الله شعاع الفجر كل واحد فيكم. فجر ان شاء الله يتخطى الانسان ديك عتمه الليل ويدخل فجر جديد، فجر المحبه والخير. القصيده الثانيه تحفظنا بها الشابه سهيله وكان عنوانها زوجنا في حماك، اثتها ولم تجد صعوبه فيها فهي سهيله. الان مع شاعرنا، مع الشاعر ديالنا عبد المجيد المفتاز اللي دائما كيحضر في المواسم ديالنا ودائما كيتحفنا بقصائده. وهو في نفس الوقت رئيس خيمة الإبداع والتواصل التنموي. صلوا على رسول الله. بها قارحة أستاذنا عبد المجيد المفتات رئيس خيمة الإبداع والتواصل التنموي، فليتفضل مشكورا. ومن بعد ذلك إن شاء الله نكملوا الفقرات ديالنا بإذن الله.